بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز إيريس، هذا هو موديل التلفاز، هو 50 بوصة، فيه مشكل للذات كما تلاحظون. التلفاز مشتغل لكن لا تظهر الصورة. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. هذه الكارت مير وهو سمارت، هذا منفذ الانترنت. هذه كارت تغذية، وهذا التيكون. الآن سوف أبدأ بفتح التلفاز من الجوانب. هذا رقم البانيل وهذا موديل التلفاز. سوف أبدأ فتح التلفاز من الجوانب. لتغيير الليدات، هذا شريط لاصق قمت بفكه لكي أحرر مسطرة البانيل، وكذلك هذه الفلاتات والفلاتة الرئيسية. بعد رفع الإطار هناك شريط لاصق على الكفات الجانبية كما تلاحظون، يجب نزعه بحذر. الجوانب من الجانبين الأيمن والأيسر، ولرفع الشاشة يجب تحرير المسطرة ومسح الزجاج بمنديل من الغبار. وأنا أرفع الشاشة بالشفاط كما تلاحظون، 2 من الشفاطات، كل واحدة تحمل 11 كيلوغرام الحمل الأقصى لديها. وأثبتها جيدا على الشاشة، وأهيئ المكان الذي أضع فيه الشاشة. هذا هو المكان الذي أريد أن أضع فيه الشاشة، يجب أن يكون ناعم الملمس. وهنا أحاول رفع الشاشة بحذر. لكن هنا أحسست بعالق بالشاشة. سوف أتأكد من جهة المسطرة. من جهة المسطرة وجدت أن هناك كوف ملتصق بالشريط، هذا هو الكوف الذي وجدته ملتصق بالشريط كما تلاحظون. هنا الشريط اللاصق ملتصق تماما بالآي سي الموجود داخل الكوف. وهنا بعد تحرير ذلك هنا أحمل وبعد وضعها في مكانها أحرر هذه الشفاطات لكي لا تبقى ملتصقة بالشاشة. هذه هي الليدات، فهي عبارة عن 6 مساطر في كل جانب، كل مسطرة بها 6 ليدات، مجموع 12 مسطرة. هذو هما. وهذه الليدات الجديدة، سوف أحاول تركيبها. هذه بعد تركيب الليدات الجديدة هنا،
الآن أحاول تشغيل التلفاز. كي أجرب ليدات. هذه هي الليدات، اشتغلت بشكل جيد. والليدات القديمة وجدت بها مسطرة واحدة هي التي كان بها المشكل، لكن يجب تغيير كل الطاقم. والآن أعيد العملية العكسية، ارجع الشاشة الآن، ارجع الفلاتر ومن بعد الشاشة. كما تلاحظون هذه هي الشاشة. وأضعها في الإطار البلاستيكي دائما بحذر، وتأكد من الزوايا في الأعلى والأسفل. الآن أحرر هذه الشفاطات بعد التأكد من أن الشاشة في مكانها. هذه هي الزوايا التي يجب التأكد منها. الآن ركبت المسطرة وكذلك شريط لاصق في الجوانب. الآن أجرب الشاشة قبل أن أضع عليها الإطار. هنا الشاشة اشتغلت لكن بصورة مزدوجة. سوف أطفئ التلفاز وأتأكد من الفلاتة الخاصة بالتيكون. كما تلاحظون فهي بصورة مزدوجة. الآن بعد التأكد من الفلاتة لم تكن راكبة جيدا، الآن اشتغلت الشاشة بشكل جيد. وبعد تركيبها في ريسيفر سوف أجربها بعد غلق التلفاز وإكمال كل البراغي. هذا الصوت. وهنا أحاول أن أقيس من إضاءة الليدات. هذه هي الباك لايت كما تلاحظون. أنا أحاول أن أنقص من شدة الإضاءة.
بعد إكمال غلق التلفاز الآن أجربه. هو اشتغل التلفاز. صورة جيدة والسلام عليكم.